هذا في تشكلت اللجنة في 4/12 وكانت بعد قرار 4/12/2012 وكانت بعد قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين 29/11/2012 ويعني تم الاعتراف بينا كدولة يعني مراقبة ومناس العبارة شو هي في الأمم المتحدة وهذا عظيم. فاجتمعت القيادة الفلسطينية فالرئيس أبو مازن قدم نتيجة الجهد والنشاطات اللي أدت والتصويت في الأمم المتحدة وكان الحكي وقال إنه يعني هذا لا يكفي إنه الآن علينا يعني كيف نعمل لترجمة هذا الاعتراف على أرض الواقع لنكون دولة مستقلة على الأرض. ومن ضمن البرنامج يعني هناك يعني تناقشت القيادة في الأمر وكان واضح إنه يعني هناك معيقات كبيرة لتحقيق قيام هذه الدولة أو قيام دولتنا نتيجة تعنت الاحتلال وأن الحكومة الإسرائيلية هي التي تعمل على عدم قيام هذه الدولة أو يعني فكانت في من ضمن التوجهات أن نخاطب المجتمع الإسرائيلي أن نتحدث مع المجتمع الإسرائيلي ليساهم ويؤثر على القرار في إسرائيل خاصة وأن المجتمع الإسرائيلي يعني هناك بعد أو مع قيام السلطة الفلسطينية اختزلت العلاقة بيننا وبين إسرائيل عبر المؤسسات الإسرائيلية ذات الصلة يعني يوميا وإضافة إلى المعاناة والاحتلال وإلى آخره ولم يكن هناك مخاطبة للمجتمع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي يعني تم بغياب الخطاب الفلسطيني المباشر فأصبح هناك خطاب إسرائيلي استيطاني تطرفي يحرض المجتمع الإسرائيلي على السلام ومن هنا يعني المخاوف أو مش المخاوف الواقع بأنه الحكومة الإسرائيلية تعمل مع السلام وقلنا فصار توجه القيادة أن نذهب إلى المجتمع الإسرائيلي ونتحدث إليه ونقنعه وتم تشكيل اللجنة بهذا يعني لهذا التوجه وهذا الشأن. بالبداية وجدنا صعوبات يعني تمثلت مش كثير يعني احنا خضعنا كثير وحتى الآن لمنطق المخابرات الإسرائيلية انك انت بتشوفه بتم يعني كأنه انت تستجوب احنا بنجاوب على يعني حطينا ورقة عمل اللي هي مفاهيم وفي عنا يعني في بالرئاسة في كتيب معد حول الرد على كل الافتراءات الرسمية الإسرائيلية مثلا لما حكى براك انه ما في شريك فلسطيني طيب ليش نتيجة بقول لك مؤتمر يعني بكم ديفيد كان عرض على الفلسطينيين كذا ورق فكل بند مع أولمرت شو صار بين أولمرت والرئيس أبو مازن فحطينا كل الـ 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 يعني الافتراءات اللي بتصير انه احنا عقنا عملية السلام برد وتوضيح يعني فمن هنا يعني فأخذنا يعني صار من خلال حدا نعرف نشوف حد شفنا بالبداية أحزاب شفنا يعني قوى السلام يعني خاصة في عندهم كان في إحباط ونشطنا إحنا الوضع معهم قلنا نبدأ نقنع نعزز دور المقتنع وأيضا نذهب لنقنع غير المقتنع من خلال الجهد والنشاطات اللي عملناها معظم الإسرائيليين يعني اللي التقيناهم يعني التقينا آلاف من الإسرائيليين خلال حوالي 4 سنوات آلاف الكل يعني يمكن يكون في عندهم تساؤلات هاي احنا ردينا عليها مثلا بيجيك ومخاوف نفس اللي بيكون طرح لك المخاوف مره واحده يعني بتحول يقول لك تعال نشوف الجهه الفلانيه ونحكي مع الجهه يعني لما بيقتنع فيها
واحنا معانا يعني فريق فعلا من الشباب العقائديين وطنيا ومقتنعين بالفكره ومقنعين. يعني لما يجي يقول لك انه احنا انسحبنا من غزه وتفضل تنزل علينا، طب لا، انه السيد شارون انسحب من غزه من شان ما انسحبش من غزه، بعد احتل غزه عاد انتشار القوات بالمعنى العسكري لانه باي لحظه بيدخل على غزه. الشيء الاخر ما انسحب باتفاق فلسطيني حتى، بالعكس انسحب حتى يؤجج الوضع الفلسطيني، وهذا ما بقول لك اعاده انتشار يعني بسحب بس بأي وقت. هذا مش الانسحاب، تعمل بتحدد حدود الدولة، بتحدد نفس الشيء انه بقولك اذا احنا انسحبنا ليش ما طلعنا صواريخ من رام الله والى اخره، طب معناته انتم ما بتعرف شو مفهوم الدول، لكل دول لها حدودها. ومنجيب مثال يعني لما حتى صدام اخترق حدوده بأرض حتى يعني بالمعنى، شوفوا شو اللي صار. ما فيش إضافة إلى هيك إنه الرئيس أبو مازن أكثر من مرة قال حتى اطمئن إسرائيل جيبوا لنا ناس من النيت، وإحنا بدناش إسرائيل يكون محتل على هذه الأرض، على أرضنا، على دولتنا. فيجيبوا، طب يا أخي بتكوش أنا جيبوا النيت وبحكوا لك عن التحريض. طيب ماشي، الرئيس أبو مازن أكثر مرة قال في لجنة تحريض إسرائيلية فلسطينية أمريكية، طب خليها تجتمع، إحنا بنقول في تحريض، تعالوا بس نناقشوا. فكل الأمور هاي لما أنت بتحول هذا اللي مضلل لأنه يتبنى فكرة أنه تعال نعيش بسلام ومنحكي عن مستقبل أولادنا ولا. فمن هنا لا، وجدنا كثير من الحالات. يعني نحن منفوت على لقاء في 10 أو 20 شخص أو 30 يعني عمرش، وفي أحيانا لقاءات 200، فبتطلع بعدين بتتشعب في اللقاءات. يمكن أنا في لقاء حضرته كان أكثر من 200، هذا الحكي من حوالي شهرين قبل، كان أكثر من 200 شخص يعني فعلي ومن أحزاب مختلفة. فحكينا عن النكبة، يعني إحنا قبل ما نبدأ بالحديث مع المجموعات في الفريق اللي معانا بيعمل عرض لطبيعة الصراع، كيف كنا قبل قيام الصهيونية، كيف كان الوضع في فلسطين بعد قيام الحركة الصهيونية، كيف كان قبل 48، كيف عند تقسيم 47 48 تسلسل، وبنحط كلياتها إلى هون وصلنا. طب تعال نتحدث عن، إذا كل واحد حكى عن بمفهوم الدين ومفهوم التاريخ، كل واحد عنده تاريخ ودين ومفهومه، مش راح نتفق. تعال نحكي على الحاضر والمستقبل لأبنائنا، وخاصة إنه العالم يعني حدد طبيعة إنهاء الصراع اللي هو بحل الدولتين وحل مشكلة اللاجئين، يعني كلها تفاصيل. فهي كلها يعني إنك أنت في عندك خطاب إسرائيلي رسمي يحرض الإسرائيليين، بخوفهم دائما، حاطهم في حالة الخوف. أنت أجينا إحنا الفلسطينيين صرنا نحكي بحالة التطمين، تطمين بالسلام، مش التطمين يعني انه والله التطمين وخليكم محتلين. فكل هاي بعتقد انه عملت تفاعل، او يعني ممكن ما عملتش. يعني اللي بيقرأوا الحالة السياسية في اسرائيل، القائمين على اسرائيل بيقرأوا يعني لما صار في اخذ وعطاء، مثلا لما احنا شفنا ناس من مسؤولين كبار في الليكود وفي شاس ومن عند ليبرمان ومن البيت اليهودي، يعني في ناس شفناهم احنا، طب في ناس انفرضوا علينا. يعني احنا مثلا تروح على لقاء احنا نقول احنا ما نشوفش مستوطنين. يعني مثلا بذكر انا اول امبارح يوم الخميس جابوا لي مستوطن على المكتب، ما اعرفش المستوطن، قالوا لي انه ومش بس مستوطن، المخابرات اجى حقق معاي تحت بند انه صحفي، انه الجيروزاليم بوست يعني صحفي من فانا ما اخذته، وهي جريده يمنيه نحكي فليكن. بعدين من خلال الحديث بساله من وين انت، بقول لي ايه من افرات، كل اسئله ما لهاش علاقه بالسياسه كلها تعني شخصيا، وبرضه وجهلت يعني الامر وحكينا نحكي. يعني ما فيش اقول والله انه لا، انه اهلا وسهلا حتى المستوطن، واحنا بس بقرارنا ما نشوفش مستوطن، ما بنستقبل مستوطن، بس اذا صار ما بنهرب. واعطيته الى اخره، وقال لي زورني في بيتي قد ما هو وقح، زورني في ارضي، عنده على قطعه ارض في فرات، يمكن هذا هو صاحب الداليه اللي اذا حدا مر على الطريق. قال لي زورني في ارضي هناك، قلت له ان شاء الله مزورك في القدس. من وين انت اساسا اصلا؟ قال لي من القدس. قلت له لما تروح مزورك في القدس. يعني هاي الـ يعني الـ الـ الحالات. مثلا رحنا
عملوا لنا موعد في معهد ترومان على أساس نشوف أعضاء كنيسة من يش عتيد. فلما رحنا وفي بوجود طلاب يعني كان أكثر من 20 طالب من الجامعة العبرية. فلما دخلنا الشباب اللي معي اللي أنا وياهم قالوا هذا عضو كنيسة مستوطن، هن بعرفوا أنا بعرفش. فننسحب. فقلت ايش ننسحب؟ احنا الحق يعني احنا وصلنا اذا انسحبنا نخسر كل شيء نتبهدل، يعني بالمعنى انه ايش انه احنا خايفين، احنا مش حراميه، هو اللي ينسحب. فقعدنا فحكى هو، اول ما حكى عرفنا كل واحد كان يعرف على نفسه منهم، عرفنا على حالنا احنا والفريق. فلما اجى هو قال حكى بقول انا في هاي الارض وهاي ارضي، هاي ارض اسرائيل، فيش فلسطينيين هنا. طيب سألنا طب يعني والسكان اللي هو قال يضلوا، يعني قال دولة الفلسطينيين في الأردن، قال السكان يضلوا. قلت له ماشي، أنا أقول لك إحنا موافقين إذا إحنا ضالين كمواطنين إسرائيليين في الضفة والقطاع، خلص إحنا بناش ماشي تفضل وافق. فصار النقاش بينه وبين أعضاء الكنيسة تبعين يش عتيد اللي قالوا لهم هذول بيطرحوا سلام، احنا طبعا الفريق يعني انه طب منطق الفلسطينيين صحيح الى اخره. فهاي لما بضل التطرف والتحريض لوحده بغياب الفلسطينيين احنا بنخسر. مثلا اخر كمان في ضجه صارت، كان في مؤتمر هرتسيليا من فتره فاحنا شاركنا فيه. طب ليش ما نشارك؟ بقول لك هذا يرسم سياسه، فليكن يرسم سياسه اسرائيل، يعني هو اسرائيل موجوده وراسم سياسه لنا علي امنا في عزاء ابونا. طب احنا سلمانين من الاعتقال والذل اللي منعاني منهم. طب لما بده يجي هو اجى، كان دكتور احمد مجدلاني من عنا، وكانت ورقه رسميه اشتغلنا عليها اكثر من اسبوعين، الورقة زيد الحرف هذاك ونزل الحرف هذا. طب لما بيجي الخطاب عادة هذا المنبر رئيس الوزراء بحكي، يعني بحكي سياسته وصير سياسة إسرائيل. احنا رحنا حكينا الخطاب الفلسطيني، بعدنا صار فيه الحكي مختلف كثير، حتى براك حكى بطريقة كثير مختلفة اللي هو خرب عملية السلام. طبعا عمير بيرت شخص معروف وكثير مواقفه سليمة. فكل الخطاب يعني هذا المؤتمر تحول من رسم سياسات ضد الفلسطينيين لرسم سياسة مناقشة الفلسطينيين، ديش أقول تحول لصالحنا. فمن هنا لا يجوز أن نغيب عن أي مكان ولا أي لقاء أو أي موقع ممكن تحكي فيه عن فلسطين. يعني اي حدا اي قارئ بديش اقول قبل ما نيجي احنا الاسرائيليين، طب حدا يعني انا قرات الرساله فورا ودولي ترجموها الشباب، يعني هشاشه هاي وسطحيتها، هاي رساله رئيس حكومه، يعني انا رايي الاسرائيليين اللي المفروض انه يشوفوا قديش هشاشه هاي الرساله وسخافتها يعني رسالة مش مسؤول. يعني واحد بقول لك انه صرح، طب ما ايش ما يقيل بنت، ما يقيل ما يفترض انه الرئيس بطلب من الرئيس او ما زين يقيل الاخ سلطان، طب ماشي، طب ممكن يقيل هو اللي عنده بنت والمتطرفين والمستوطنين اللي نازلين ذبح فينا، او مش بس ذبح وتصريحات، ممكن يقيل اللي يعني بيطالبوا بطريقة كثير يعني مش حضارية، يعني بألفاظ غير يعني غير لائقة بحق الفلسطين. فبالتالي يعني والبنود الأخرى كلها، طب لما بيجي بقول إنه بتمنعوا يعني لا تؤيد، طب بطالب الرئيس إنه الرئيس يعني يؤيد العاملين ولا يدعم العاملين للاستلام، طب ما هو منعني أدخل إسرائيل. يعني فبالتالي يعني رسالة واحد مهزوم، رسالة مهزوم هاي الرسالة. يعني مش يعني طبيعي، يعني يمكن إذا في خلل بأدائنا يعني كفلسطينيين، يعني المقاومة الشعبية هاي متعارف عليها، الشعبية السلمية
متعرف عليها دوليا ضمن القرارات المسموح، وبالتالي للأسف نحن يعني فاهمين المقاومة انه لازم نروح على بيت إيل نضربها الحجرين او يعني في وتيجي تمنعنا يعني وتمنعنا الشرطة مثلا. من ضمن الأشياء انه من فترة قريبة انه كان في إسرائيلي مدعو على الإفطار، مجموعة من الإسرائيليين راحوا حركوا السيارة، يعني معقول هالحكي هذا؟ يعني هاي المقاومة الشعبية؟ يعني انك انت لصديق لحد مقتنع بقضيتك ومعك، يعني هاي يعني في فهم. بعدين المقاومة ايش يعني؟ المقاومة يفترض ان تكون موجودة اللي هي المقاومة الشعبية السلمية، وين هي؟ فاذا في خلل مش احنا متمسكين فيها، انه يجب ان تكون. للأسف الكل مقصر فيها بما فتح وغير فتح، يعني في تقصير في هذا الجانب. يعني التحركات الدولية اللي قام فيها الرئيس والقيادة الفلسطينية هي اللي وصلتنا لاعتراف بالدولة الفلسطينية، يعني والتحركات هي اللي وصلت فرنسا لوضع مبادرتها وبتدفع ثمنها. اللي بصير في فرنسا من إرهاب واعتداءات هو للسياسة الفرنسية، للأسف أنه تحت عنوان الإسلام يعني الزائف هذا اللي عرفتيه اليوم. فرنسا بتدفع جزء من مواقف اللي هي مواقف انها تهتم تدخل عملية سلام، وبالتالي انه يعني الرئيس الفلسطيني هو اللي يعني حامل القضية السياسية، وبالتالي اسرائيل اقيمت بقرار دولي. واحنا كمان مشان نستعد، طبعا مشان نستعد قوتنا بدنا القرار الدولي، نستعد حقوقنا، وبالتالي بدها يمكن كان قوة إسرائيل كان عندها إدارة موحدة وحصلت وسياسة موحدة. إحنا يعني على الساحة الدولية إنه إحنا منجيب إنجازات لأنه العالم قرف سياسة إسرائيل، بس من المقابل للأسف في ضعف عندنا في الوضع الداخلي، الانقسام يعني الوتوتات الداخلية. وعلى يعني انه انت مشان تقدر العالم يجيب لك حقك يعني لازم شوي نكون حالة وئام داخلية فلسطينية. مشاركة حماس في الانتخابات انا رأيي هي بادرة ايجابية ولابد، لانه مش يعني لا يعني كيف ممكن انك انت تكون يعني إلك دور في الحياة السياسية والوطنية وبتشارك في هاي الانتخابات وهاي ما بتشاركش فيها، إلك دور في هون وما لكيش دور؟ يعني افترض انه يعني الاخوة في حماس يعني يعيدوا كثير النظر في المفاهيم اللي اتبعوها في المواقف، وبالتالي نأمل انها تكون يعني المشاركة هي خطوة على المشاركة في الانتخابات التشريعية وانهاء الانقسام ان شاء الله.